استعراض مباريات اليوم. طبعا النهاردة أبرز المباريات، مباريات الذهاب في دور الكوارتر فاينال دور الثمانية، هناك مباراتين والمباراتين سيقام في نفس التوقيت. الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ريال مدريد هيستضيف فريق ليفربول، بالتأكيد مباراة قوية ومثيرة، وزي ما قلت في بداية الانترو العالم كله هيكون مهتم جدا بهذه المباراة، مواجهة ما بين زين الدين زيدان مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي. أيضا كمان في نفس التوقيت مانشستر سيتي في مواجهة أقل حدة وأقل قوة في مواجهة مع بروسيا دورتموند. طبعا لسه في مباراتين غدا، لكن النهاردة ده أبرز حدث، مباراتين دوري أبطال أوروبا وفي مواجهات تتكرر وكأنها نهائي مبكر. طب نروح بقى للشأن المحلي، الدوري المصري النهاردة كان في استئناف لمباريات الأسبوع ال 18 وخلاص دي بداية مباريات الدور الثاني في الدوري المصري، لكن طبعا لسه في هناك فرق أبرزهم النادي الأهلي لم ينتهي من مباريات الدور الأول. في الأسبوع ال 18 هناك مباراة أقيمت الساعة 3 العصر ما بين غزل المحلة مع سموحة، المباراة أقيمت الساعة 3 على استاد غزل المحلة رغم أن الملعب بالتأكيد فيه أضواء كشفة، لكن عموما المباراة اتلعبت الساعة 3 وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق. في هذه اللحظات هناك مباراة أخرى ما بين أسوان مع إنبي وما زال التعادل السلبي بين كلا الفريقين. طيب دي استعراض لمباريات اليوم. طيب